ملتقى الصورة للمغرب العربي هي أول دورة. الملتقى هذا جاء من في آخر اجتماع اتحاد مصورين العرب في الأردن. كنت أنا من الناس اللي اقترحت باش يكون في تونس، تكون تونس هي عاصمة الصورة المغاربية. الملتقى هذا هو يهدف باش نعرفوا بالصورة المغاربية والمغاربة يتقابلوا مع بعضهم ويعملوا ورشات مع بعض ويعملوا معارض مع بعض.